علاقته بمنظمة دوينا. هي منظمة في الولايات المتحدة تهدف للدفاع عن الموقوفين في قضايا التطرف والإرهاب، وأسسها عدد من المارقين مثل عبد الله الغامدي وعبد الحكيم الدخيل وعليا أبو تايه وعبد الرحمن الحوالي. مؤسسو المنظمة قاموا بتوكيل عاصم غفور لتأسيس المنظمة وتسجيلها رسميا في الولايات المتحدة الأمريكية. شرارة عندما بحثت في حساب تويتر الخاص بذوينا وجدت أن المنظمة تدافع عن أشخاص إرهابيين مثل الموالي لتنظيم داعش عبد الرحمن السدحان. تهديد أمني. كما رأينا خلال الحلقة وبالوثائق والمستندات كيف أن عاصم غفور يشكل تهديدا حقيقيا للأمن عبر عمله لصالح تنظيمات أصولية تنشر الفكر المتطرف.